والله اجى سمك مخبز. قول له اجى سمك مخبز. اللي جابه. كان ايام لما قبل ما يخش في مصر بقى الكيلو مثلا الغزلان ب 40 شيكل، اليوم جابوه من مصر ب 25 وب 20، فصارت تفرق كثير مع الصيادين غزه. وبعدين يعني بيجيبش محاريقه، صح هو فيش خفيف الصيد عندنا واليهود مغلبيننا، بس برضه لما بيصير اليوم اللي بيصير فيه الرزقه وبنيجي نبيعه بنلاقي حالنا يعني دوبنا نجيب محاريقنا. بدأت وعاودت مرة أخرى الأسماك المهربة عبر الأنفاق المصرية بالدخول إلى مدينة غزة. بقيتنا باليوم الواحد أو أصبحنا باليوم الواحد نرى هناك العديد من العربات تدخل مدينة غزة محملة بالأسماك المصرية، وبالتقديرات هناك ما يقارب من 2 طن يوميا من الأسماك المصرية بكل الأشكال تدخل إلى مدينة غزة. هي بتأثيرها بالتأثير السلبي على قطاع الصيد، خاصة وأن المحروقات عالية جدا بقطاع الصيد. تكلفة القارب الجر على سبيل المثال يحتاج المركب باليوم الواحد إلى 5800 شيكل ليغطي نفقات المحروقات، وبالتالي هو بحاجة لأن يصطاد ما يقارب من 350 إلى 400 كيلو من الأسماك ليغطي محروقاته. عادت هذه المشكلة الحقيقية للصيادين للظهور مرة أخرى، خاصة وأن قطاع كبير من الصيادين يعتمد على الصيد القليل جراء الممارسات التعسفية لدولة الاحتلال عبر الحصار البحري الخانق. لمسنا بعض التسهيلات كانت وإن كانت بصعوبة ومخاطر عالية جدا، إلا أنه استطعنا أن ندخل بعض الأعشاب من خلال الأنفاق، وكاد بالكاد يعني الواحد صار يتنفس الصعداء شوية من مصر عن طريق الأنفاق اللي هي إيش بالضبط؟ زيوت. تنافس في منافسة كبيرة بين البضائع المصرية لأن هي عن طريق الأنفاق، وفي بالنسبة للبضائع المعابر. تقريبا مثال اللي هو العسل سعر النص، الجبنة اللي هي الفيتا والجبنة الفلامنكا برضو سعر النص. بالنسبة للبضائع المصرية اللي بتدخل عن طريق الأنفاق، نحن بالنسبة لوزارة الزراعة نمنع منعاً باتاً أي بضائع لها وجود محلي في قطاع غزة وفيها اكتفاء ذاتي من الدخول سواء عبر الأنفاق أو الجانب الآخر. البضائع الموجودة في السوق حالياً بالنسبة للفواكه معظمها تدخل من جانب الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد أي فواكه أو منتجات زراعية تدخل من خلال الجانب المصري من خلال معبر كرم أبو سالم، وما يدخل من خلال